صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة. صباحكم الجو الجميل، الجو البارد وفي نفس الوقت بارد مع دافي. عارفين الجمال ده؟ صباح النشاط، صباحكم كل حاجة حلوة في الدنيا. صباح الأمل، صباح التفاؤل. أحلى حاجة في الدنيا كده لما انت تكوني حاسة ان انت متضايقة أو تعبانة وتنزلي تروحي كده تتمشي. بصي، حطي عليكي الترينج سوت، عبايتك، بشتك زي ما انا ما عامله كده، وتروحي كده بتلقائيه. امشي كده، امشي، فضلي امشي لغايه ما توصلي للاحساس ده. انا فضلت امشي 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 لغايه ما وصلت للاحساس والسلام الداخلي والهدوء، اني اقدر يا حبيبي، اني انا اقدر ارجع اكمل يومي، ارجع استقبل يوم كامل. صراحه التمشيه دي احلى حاجه في الدنيا، التمشيه بالذات على البحر، ما بين الشجر، ما بين، بصي، في اي حته فيها طبيعه بمعنى اصح، هتحسي باحساس تاني خالص. بصوا، تعالوا معايا، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال الرباني البسيط العادي خالص، بس بيعكس معاكي حاجه تانية، بيعكس معاكي حاجات كتير مش حاجه تانية، على نفسيتك. يلا بقى، انا بس حبيت اشارك معاكم الفيديو الصغير ده واقول لكل حد، حبايب قلبي، كل متابع ليا، لاهلي، لناسي، لحبايبي، لكل حد في العالم كله هتقع عينه على الفيديو ده او بيتابعني، ربي يسعدكم، ربي يريح بالكم وقلبكم، ربي ينوركم السعاده في الدنيا دي كلها، ربي يديكم خير الدنيا. صفوا نيتكم، صفوا قلبكم، خلوا لسانكم حلو مع الناس، مع اللي حواليكم، مع اولادكم، مع اصحابكم، مع كل حد قريب منكم او حتى يشوفكم لاول مره. خلوا ليكم بصمه حلوه، خلوا ليكم بصمه حلوه في كل حد يشوفكم، في قلب كل حد، في حياه كل حد يشوفكم لو اتعامل معاكم حتى مره واحده يذكركم بالخير. يلا هبدا اقول صباح الخير. صباح الخير، جود مورنينج. يلا حبايبي، خدوا بقى المنظر الجميل ده، تعالوا معايا شويه نكمل اخر الشلال. النهارده أول يوم في شهر فبراير، أنا بكره عيد ميلادي تاريخ 2 فبراير، وحبيت من أول يوم أشارك معاكم الفيديو الجميل ده وأقول لكم إن أنا كويسه جدا وبخير وبسلام وبس كده. تعالى عبودي معايا، هتقول إيه لمامي؟ حبيبي، عبودي هيعمل حاجة لحد بيحبه أوي، بيقول طبعا اكيد هي تيتا امه وحبيبته كل حاجه. هنشوف مين هيكتب ايه، كل واحد هيكتب اسمه، قلنا انا هنا وهو هنا. لا عبد الله كده يجي عندي يا ماما، خلي اسم كل واحد مظبوط. Thank you.
ده انا التالت لسه عبودي بيحفر. يا ساتر يا عبد الله، ايه اللي بتحفره ده؟ احنا قلنا هنكتب اسماء. سموره، عبد الله، ده حرف الايه بس؟ ما اعرفش الايه مالها جايه كده. لا يعني نظبط حرف الايه شويه. تلاتة تسعة يوم وفاة حبيبتي وعمري، والنهاردة 1/2، بكرة عيد ميلادي. 2/2 ابني فنان، بيعملش زي كتابة، بيعمل حفر. ما شاء الله عليك يا ابني فنان. هنكتب انا هنا، اكتب لنفسي. يا أنا زي حفر. ما شاء الله عليك يا عبد الله، بجد ربنا يحرمني منك. اتوقعت اكتب حاجه تانية بس لقيته كاتب اسمي رنا وعاملها حفر. بصوا المنظر يا بلكم الجنب، لسه بيكمل. ربنا يحرمني منك يا رب. نظامكم معاك الحقيقة بعد البحر، محتاجين كده ايه فطورة حلوة.